رحمه الله تعالى وبركاته ادري والله الفلوج الثالث تاخرتي وما راح اشتغل عليه اليومين. اليوم قررت اني اتكلم في موضوع شويه حساس. دائما نسال هذا السؤال وكثير من الناس المتابعين للرياضه وكثير من القنوات تكلمت في هذا الموضوع، موضوع هل العاده السريه تؤثر على البناء العضلي ولا لا. اليوم راح اتكلم بشق علمي بحت، ما راح اتكلم في اي شق ثاني. الشق الديني خلاص حسم الموضوع من زمان وحثنا على عدم الاقتراب من العادة السرية لأضرارها، فبالتالي الشق الديني حسب الموضوع. لكن اليوم أنا أتكلم بشق علمي، راح أتكلم بشق علمي وهل العادة السرية تؤثر على البناء العضلي ولا لا، وهل تؤثر على الصحة بشكل عام ولا لا. فعلى بركة الله نبدأ، ودائما وأبدا دعمكم ومحبتكم محل احترام وتقدير. وموضوع العادة السرية موضوع حساس من الشق العلمي. بعد ممارسة العادة السرية شو اللي يصير؟ الإنسان يقذف السائل المنوي. السائل المنوي هذا شو يتكون؟ يتكون من إيش بالضبط؟ السائل المنوي يا جماعة الخير يتكون من بروتين، يتكون من زنك، يتكون من فيتامين سي، يتكون من فيتامين بي 12 وبعض المعادن والفيتامينات الثانية. ناخذ حبة حبة في الموضوع. يتكون من بروتين، فبالتالي قاعد تخسر بروتين. حلو. يتكون من زنك، الزنك له دور مهم جدا جدا في تحفيز هرمون التستوستيرون الطبيعي في جسمك، فبالتالي انت قاعد تخسر، جالس تخسر فيتامين سي. فيتامين سي لعدة فوائد طبعا منها للجهاز المناعي، فانت جالس تخسر هذا الفيتامين. حلو. وجالس ايضا تخسر فيتامين بي 12 وبي 6 والى اخره، هذه اللي مسؤوله عن النشاط الرياضي، فانت بالتالي جالس تخسر هذه الامور. خسرت بروتين، خسرت زنك، خسرت فيتامين سي، خسرت بعض الفيتامينات والمعادن الثانيه. طيب هذا ما له تاثير على صحتك؟ منطقيا هذا الشيء له تاثير على الصحه على الانسان، وبالتالي مع الوقت قد يكون له تأثير على البناء العضلي. لكن ليش قلت قد يكون له تأثير؟ أحيانا في بعض الناس مثلا بعد العملية العادة السرية وإخراج السائل المنوي في شيء تقدر تعوض الشيء اللي خسرته. لكن جماعة هنا ما ننصح أحد بممارسة هذا الموضوع، احنا نتكلم عن الشق العلمي. طيب وقعت أنت في المحظور، إنسان وقعت في المحظور، وقعت في العادة السرية، كيف ترجع لجسمك الأشياء اللي أنت خسرتها؟ راح أتكلم عن الجانب البروتين. طبعاً تقدر تأخذ تحسن تغذيتك، ترفع من الأكل اللي فيه البروتين، أو ممكن تأخذ مكمل غذائي إذا أنت حاب. الأمر الثاني تأكل الأكل اللي فيه زنك، مصادر طبيعية للزنك. عندك البروكلي واحد من أهم المصادر الزنك الطبيعي، فبالتالي تكلم عن البروكلي، تكلم عن الجرجير. الجرجير له فوائد جدا 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 كبيرة في هذا الجانب، انه يعوض الانسان اللي مثلا وقع في محظور ممارسة العادة السرية، فالزنك اللي يخسره تقدر تعوضه عن طريق البروكلي او الجرجير. ايضا الفيتامينات والمعادن، حبوب المولتي فيتامين اللي تاخذها. فبالتالي اذا انت وقعت في المحظور، واحنا دائما ننصح الجميع انه ما يمارس الموضوع، هذا الجانب الديني حسب الموضوع، نتكلم بشكل علمي، لكن تحاول تخرج بعد هذا الموضوع بأقل الأضرار. شلون ترجع اللي خسرته مثل ما ذكرت؟ فبالتالي يا جماعة الخير راح أترك لكم الإجابة. أنت خسرت بروتين، خسرت زنك، خسرت أملاح ومعادن. حلو. هل هذا يأثر ولا ما يأثر؟ هذا من جانب العلمي. في أيضا شق ثاني يتكلموا فيه كثير من الناس، اللي هو يقول لك أنك بعد ما تمارس الموضوع تتعب أو تحس بخمول وإلى آخره. هذا الشق يا جماعة نسبي، يختلف من شخص إلى الثاني، لكن الشيء اللي ما في اختلاف هو أنك تخسر الأشياء اللي ذكرتها، لأن هذه هي الأشياء المكونة للسائل المنوي اللي يخسره الإنسان بعد ممارسة العادة السرية. حسم الموضوع هل تؤثر ولا لا؟ احسبها في مخك وشوف إذا أنا خسرت بروتين، زنك، أملاح ومعادن والآخر، هل هذا يؤثر على صحتي ولا ما يؤثر؟ يعطيكم ألف عافية. وهذه حلقتنا اليوم، حاولت أختصرها بشكل سريع وتكلمت بشق علمي بحت
الشق الديني مثل ما قلت متفقين انه حسم الموضوع في هذا الموضوع في هذا الجانب وقال ابعد عنها. فبالتالي اليوم كلامنا كان علمي، واذا شفتوا حلقه مفيده يا ريت تنشروها، ولا تنسوا دعمنا بنشر نشر الحلقات. اللايك والديسلايك هذا انت ضميرك يعني. ف نقول اي سؤال او استفسار حطوا لي تحت الفيديو راح احاول اقرا، مقصر جدا جدا وياكم في متابعتكم في اسئلتكم، لكن الواحد والله مشغول الفتره اللي راحت هذه صار عندي شغل لهنا. ف مشكورين على الدعم والمحبه واللايكات والاشتراكات، و اذا شفتوا حلقه مفيده مثل ما قلت انشروها، والسلام.